اوكي الله معكم جميعا. انا اليوم بسائق كمان بالقبيات، محل ما بيلعب بود موجود، قبل ما انطلق على بيروت ان شاء الله طلقات ما تكون مسكره. كمان رح نكون وين ما كنا موجودين بهذه الرياضه الروحيه. نشكر الله على كل نعمه. هالقداس اللي رح يكون عم يتقدم عنكم جميعا، عن عائله اسكني في ملكوتك، روح القدس هو بيجمعنا وين ما كنا موجودين، وبنطلب من الرب يعطينا النعمه تناخد كلمته، بنسميها على محمل الجد. بس نقول على محمل الجد يعني نشتغل فيها بحياتنا. اليوم احد المخلع، وبنعرف انه الخطايا تخلي الانسان ينشل بمحلات معينه، بس قبل الخطايا كمان في عندنا الهموم وعندنا القلق. الإنسان اللي عنده هموم وعنده قلق كمان في كتير أشياء بالحياة ما بيقدر يعملها. فمعكم بنقدم هالقديس. تفضلي نبيه. دلوه من سقف البيت مهدوما شبه الميت، ثق يا ابني اسمك مغفور، صرت من أبناء النور. قال فها بالكفر يا خبث روح الشر، قال رب القوات كاشفا للنيات، قم وامشي قام يجري. مجيد الملك الأعلى جاء العمق من أعلى، لابسا جسم الأوهان تخليصا للإنسان. شال عنا الآلام حط عنا الآثام، مثلنا ربي عشت عن اسمينا نزهت، مجدت كم أحببت. بيت خاله علت وقضم بمديل صدت، ملك شما ينحاس للخلد أحطيت له. ملك شما ينحاس للخلد طينا له. صلوا على أئمة المورا. قالوا هون قابل غرب نوخ ونترحى معني باص لطوخ. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ربنا يسوع المسيح، يا من غفرت للمخلع خطاياه وشفيته وحملته سريره أمام الجميع، يا حامل خطايا البشر أجمعين، أهلنا نتأمل في آياتك المزيلة، شددنا بقوة غفرانك وأشركنا في نعمة فدائك، فنشكرك ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أراد أن يشرك البشر في سر محبته، وإلى الإبن الذي جاء إلى العالم يداوي البشرية المتألمة ببلسم نعمته، وإلى الروح القدس الذي يسكب على القلوب الكثيرة لدى تعزياته الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك
وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح يا وحيد الآب وكلمته، لقد نزلت في أرضنا رحمة وحنانا، وشئت أن تظهر مدى عطفك وحبك، فأمرت المخلع بأن يحمل سريره ويسير على مرأى من الجماهير، يؤمن الجميع بألوهيتك. يا معيد الفرح إلى ذلك المريض المتألم وغافرا خطاياه، نشكرك ونسبحك على الموهبة العظمى التي منحتها كنيستك أن تحل باسمك من الخطايا وتغفر للتائبين. والآن نسألك أيها المسيح إلهنا مع هذه الصلوات في هذه الرياضة الروحية المباركة، مد إلينا يدك القادرة وافتقدنا بقوة غفرانك، ثبتنا على الأمانة الكاملة لك، ورسخ فينا ذكر آياتك وتعاليمك الإلهية، فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. الحنان القاسي المرسل من علياه نحو الأسفل، ابن الله جاء الأرض يمحو الإثم يشفي المرضى، خافين العلويين ماش بين الأرضين، جند النور الأعلى يخشى مثل معمور الأدنى سكنى، بار الطفل في الأرحام اطبع فينا الوجه السامي، وانزع منا القلب العاثر، واخلق فينا القلب الطاهر. يا وعد الحياة الحق ربنا يسوع المسيح، واهب الشفاء ومناء الراحة والخلاص، اقبل صلاتنا وامنحنا معرفتك الإلهية، مد يدك القدير واشف مرضانا والمتألمين بيننا، افتقدنا ببلسم غفرانك، فإنا لك الملك والقدرة والمجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. قديشات أله قديشات حملتونو قديشات لو ميوتو، اترحم علي قديشات أله قديشات حيلتونو قديشات لو ميوتو، اترحم علي قديشات أله قديشات حيلتونو قديشات لو ميوتو، اترحم علي. دينا يا رب روحك القدوس حتى يقدس أفكارنا وينور قلوبنا وعقولنا. دينا يا رب وين ما كنا موجودين تنزرع كلمتك بقلوبنا حتى تزهر مشيئتك، تزهر محبتك. بطلب منك يا رب تبارك كل أشخاص اللي عم يتابعوا معنا هالرياضة الروحية. خلي كلمتك اللي بدنا نسمعها بالرسالة بالإنجيل تكون كلمتنا بالحياة، نرفع لك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. أي بشرى سلامي، صوت الرب الحناني، قم واذهب بالسلام نلطى فيض الغفران، حل في البيعات الروح روح الرب الحنان، يا قلب الفادي المجروح هبنا فيض الغفران. ربي يا ما
من تقبل قدما خدمة الأبرار. يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. رسالة القديس بولس الرسول إلى تيموثاوس. يا إخوتي، من الناس من تكون خطاياهم واضحة قبل الحكم فيها، ومنهم من لا تكون واضحة إلا بعده. كذلك فإن الأعمال الصالحة هي أيضا واضحة، والتي هي غير واضحة فلا يمكن أن تبقى خفية. على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا أسيادهم أهلا لكل كرامة، لئلا يجدف على اسم الله وتعليمه. أما الذين لهم أسياد مؤمنون فلا يستهينوا بهم، لأنهم إخوة، بل بالأحرى فليخدموهم، لأن المستفيدين من خدمتهم الطيبة هم مؤمنون وأحباء. لذلك ما يجب أن تعلمه وتعظ به. فإن كان أحد يعلم تعليما مخالفا ولا يتمسك بالكلام الصحيح، كلام ربنا يسوع المسيح، وبالتعليم الموافق للتقوى، فهو إنسان أعمته الكبرياء، لا يفهم شيئاً، بل مصاب بمرض المجادلات والمماحكات التي ينشأ عنها الحسد والخصام والتجديف وسوء الظن والمشاجرات بين أناس فاسدي العقل زائفين عن الحق، يظنون أن التقوى وسيلة للربح. والتسبيح لله دائما. هاليلويا وهاليلويا. مغفورة لك خطايا، قم واحمل فراشك وامشي. هاليلويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس، الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. ارحمنا يا رب. الإنجيل اللي رح نقراه واليوم أحد المخلع بيحكي عن حضور يسوع بكفرنحوم، بيحكي عن كلمة الله والناس اللي عم يسمعوها، بيحكي عن المخلع ويلي حملوه، بيحكي عن تذمر الفارسيين، بيحكي عن سلطان ابن الإنسان على مغفرة الخطايا، بيحكي عن تمجيد الناس ليسوع لربنا من بعد ما سمعوا وشافوا كل هالشيء. قال مرقس البشير: بعد أيام عاد يسوع ودخل كفرنحوم، فسمع الناس أنه في البيت، فاجتمع الكثيرون حتى لم يبقى لقدم موطئ ولا حتى أمام الباب، وكان يلقي عليهم كلمة الله. فأتوه بمخلع محمول بين أربعة، وإذ لم يستطيعوا الوصول به إليه
بسبب الجمع صعدوا إلى السطح فوق الموضع الذي كان فيه يسوع، وفتحوا السقف ودلوا السرير الذي كان المخلع عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمخلع: يا ابني مغفورة لك خطاياك. وكان يجلس هناك بعض الكتبة والفريسيين، فصاروا يفكرون في قلوبهم: ما بال هذا يتكلم بالتجديف؟ من يستطيع أن يغفر الخطايا غير الله وحده؟ فعلم يسوع بروحه ما كانوا يفكرون فيه بنفوسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون في قلوبكم هذا؟ من أيسر أن يقال للمخلع: مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال: قم احمل سريرك وامشي؟ ولكي تعلموا أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمخلع: لك أقول قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك. ولساعته قام وحمل سريره وخرج أمام الجميع، فتعجبوا كلهم وسبحوا الله قائلين: ما رأينا قط مثل هذا. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه حينا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. بتأملنا اليوم بهالإنجيل حلو نكون عم نتأمل بالقراءتين، وإنما حتى نعطي للإنجيل حقه بتأمل بالكلمة رح كون عم توقف فقط عند إنجيل المخلع. بداية على طول الإنجيل محور يسوع المسيح، بس نقول الإنجيل البشرى السارة محور يسوع المسيح، ننظر ماذا فعل يسوع ونسمع ماذا قال يسوع، وتصير حياتنا كلنا سوا حتى نكون عم نشابه يسوع بأفعاله، وأيضا يكون عندنا فكر المسيح تنتكلم كلماته. هذا الشيء اللي قالنا إياه القديس بولس: ليكن لكم فكر المسيح. نقطة تانية، منحط حالنا محل الأشخاص يلي التقيوا بيسوع. كل واحد منهم كان عنده قصة، كل واحد منهم كان عنده تاريخ مستقبلي من بعد لقائه مع يسوع المسيح. والسؤال بيسأل: نحن يلي هلأ مجتمعين عم نصلي، نحن هلأ الأشخاص يلي عم نغرف من كلمة الله، هذا الشيء اللي ربنا بيقدره إنه تركنا وقفنا كل شيء وهلأ عم نكون بالرياضة الروحية. يمكن تقولوا لي عم نعمل عدة إشياء، عم نسمع أو قاعدين بالبيت وعم نشارك بالرياضة الروحية، أو لا وقفنا عدة إشياء وعم نشارك بالرياضة الروحية. شو ما كان عطينا شقفة من وقتنا تنسمع كلمة الله. سؤال عطول كل ما الإنسان يوقف مع سيته بيسأل سؤالين كتير بسيطين لحتى يعمل أي مخطط لقدام: ليش وكيف؟ ليش عم بسمع كلمة الله؟ ليش عم شارك بالرياضة الروحية؟ سؤال ليش؟ أول سؤال بس قول ليش، جوابي بيجي لأنه عندي علاقة بربنا، لأنه الله بيعني لي، ولأنه كلمة الله تعطي معنى لحياتي. كيف ما كان يمكن يكون في شيء أناني، برتاح بالصلاة، ربنا بيرضى عني، بقدر عيش السلام أكثر، شو ما كان يكون، بس على طول لقاء مع الله في ربح ما في خسارة. كيف؟ بالإصغاء. لهيك شو نطلع؟ ليش تجمعوا عند يسوع؟ ليلقي إليهم كلمة الله، مش تيعلمهم فن الإصغاء، مش تيعلمهم الأخلاقيات، مش تيعلمهم شي تاني هو بيشو بعدين. لهيك هو قالنا: اطلبوا ملكوت الله وبره والباقي يزاد لكم. وهون هذا الشيء يلي على طول نخبره، يمكن يوم من الايام سمعين مني خبريه، هذا اللي اجى الشاب، اجى احد الاشخاص علمه كيف بده يصنع اسلحه، واسلحه بهذيك الوقت السيف والخنجر والترس
وفوتوا على المعمل أسلحة، جاب الحديد صار يحمي الحديد، بعد ما يحمي الحديد يطرقوا، صار يضربوا بالمطرقة حتى يكون هون خنجر، هون سهم، هون كذا. بس تعلم صار هذا الشاب يشتغل مع هذا المعلم، سلموا المعمل وراح. بعد جمعة رجع لعنده حتى يشوف كم عمل قطعة، كيف اشتغل. لا بعد ما مثل ما هو عامل كل شيء. سأله ما صار لك أسبوع ما قدرت عملت كل شيء؟ قال له علمتني كيف حمي الحديد على النار، كيف اطرقه، بس ما علمتني كيف ولع النار، ما عرفت ولع النار تعمل هودي كلهم سوا. كل شيء مبني بالعلاقة مع الله مبني على إصغاء لكلمته. لهيك يا جماعة نحن هلأ نحس حالنا ملتزمين الإنجيل، نسأل على طول بيعني لي أو ما بيعني لي، لأنه بمحلات معينة بحب أسمع خبرية، بخبر خبرية بحب أسمعها، بحب أسمع فيديو صغير دغري بيقطع. تعرفوا على وسائل التواصل الاجتماعي بيقطع ساعة ساعتين ثلاثة كله بيمرق، حط التليفون على جنب، اسأل سؤال شو أخذت، يمكن ما أطلع أخذ شيء، يمكن يكون وجع لي فكرة. كلمة الله بدي أقصد اسمعها، مش بدها تكون فضلت حياتي، يعني عم برم على شيء معين وما لقيت كلمة الله، لا، بس بدي فكر اسمعها، ساعتها بتنزل بعمل حياتي. اجوا تيسمعوا منه كلمة الله، تركوا كل شيء اجوا. هلا هني موجودين، نعم نحن بنعرف لحقوا يسوع، ناس لحقوا تياكلوا الخبز، ناس لحقوا تيشفوا مرضاهم، ناس لحقوا عن حشرية، ناس لحقوا حتى يسمعوا الكلمة. ولم يبقى عند الباب أي مكان. اجوا هالأربعة، وأباء الكنيسة شافوا بالأربعة أربع أقطار العالم. اثنين حملوا المخلة حطوه قدام يسوع. هيدا عمل الجماعات. مين يلي هلا نظم الرياضة الروحية؟ نظمته جماعة اسكني في ملكوتك مع مسؤولية. شو عملوا؟ حملونا، ساعدونا تنسمع كلمة الله. حلو أنا كون عم بدعي التاني تيسمع كلمة الله. ما أوقات بيكون عنا وصفة طبيب أو بيكون عنا أي وصفة نقول جربها، عمولها الطبخة هيدي جربناها، حتى بنحضر فيلم بيعجبنا بيقول لي ضروري تحضروا، هالضروري تحضروا أنا أخذ شيء، دعيت الآخر حتى يتزوق يلي أنا تزوقته. والإنسان اللي بيتزوق كلمة الله بيحمل الآخرين لهالكلمة. حملوا يسوع بس لقيوا في عوائق، هالعوائق كانت جاية من الأشخاص اللي مثلهم بدهم يسمعوا الكلمة أو بدهم يشافوا. العوائق كانت من حد يسوع، مثل زكي العشار كمان كان عنده العوائق. وهون بدنا نعرف يا جماعة العوائق تنوصل لربنا كتير، بتبلش بقلة الجلالة، بالكسل، بني طايق، مش حابب، القلق كتير، ما بقى ينفع أي شيء، ببلش شو؟ ويوم اللي بقرب بدي أقعد 10 دقايق تصلي بيجيني تليفون، بدق الباب، أنا ما بيجي كتير حدا، في تليفون، بجوع، بتفوت على التواليت، بفيق على مساج، بدي رد على الواتساب، كله بيجي هالوقت، كله. لأني قررت بدي أسمع كلمة الله، فكل العوائق تدعيني تأجل، وبس أجل الوقت رح يكون أول عائق. الإنسان الذي يريد أن يكون مع الله يتخطى كل العوائق. ما نكتر وقتنا تمن ضياع، نعطي قيمة للوقت يلي نحن عم نعيش فيه. وهون هيدي نقلوا السقف، نزلوا المخلة قدام يسوع، وكان هون الشيء الفارق مع الرب. رأى يسوع إيمانهم. جميعا نكون قدام اثنين، أوكي، شخص وشخص تاني، شخص وشخص تاني، اثنين كوب، اثنينيتهم عم يضربوا كف، هلا شفتوا عم يضربوا كف، هلاك شفتوا عم يضربوا كف، المنظر اثنينيتهم عم يضربوا كف. بس أول واحد عم يقول له يا زلمة أنت شو مهضوم، والتاني عم يقول له حل عني، زيت المشهد بس بنية تاني. لهيك ما حدا بيفهم أعمالنا إلا ربنا. لهيك في ناس شو بتعمل؟ تسعى ضد الآخرين، تنمي في عندي تأقلم بالحياة لابد منه، بس الناس ما راح تفهمني، الله راح يفهمني. لهيك يوم عم بعمل أي شيء والله عم يفهمني خلاص،
في قوة عم بيخدها من فوق. الله بيعرف، الله بيقرأ الإيمان. هلا بنقول يا عمي زبط كلماتك، زبط تصرفاتك، مش كل الناس بتفهم عليك، مش كل الناس تفهم ردة فعلك، يا خي هي قولها بعائلتك ولا لحدا بيعرفك، ما فيك تقولها قدام الآخرين كيف ما كان. نعم، بس ما حدا كله بعرف إنه الله بيفهم علي. ورأى يسوع إيمانهم، توجه للمخلع قدامه شخص مريض جسديا والناس جايين يطلبوا الشفاء الجسدي، وإنما قدامنا إله بيطلع على القلوب وبيشوف مرض النفس قبل مرض الجسد. أنا مش بحاجة لإجري تتقدس، مش بحاجة لإيدي تتقدس، مش بحاجة لعيني تتقدس. إذا كانوا رايحين بقدر أتقدس، أنا بحاجة لقلبي تتقدس، بحاجة لفكري تتقدس. لهيك مغفورة لك خطاياك، إذا شفيت لك جسدك كتير منيح بقدر أشفيه، وأكد من هذا الشيء. بس بده يصير تراب، ما راح يبقى جسد مثل ما أنت شايفه. بس إذا ما شفيت لك نفسك، في عندك حياة أبدية، عندك وجع نفسي حتى هون. مغفورة لك خطاياك. كان التذمر من يسمعون الكلمة من الخارج فقط، ألا وهم الفارسيين، وقالوا في قلوبهم ما احتاجوا حكوا مع يسوع مباشرة، مين هذا حتى يغفر الخطايا؟ كمان عرف يسوع أفكارهم، هون عرف إيمانهم أفكارهم الإيجابية، وهون أيضا عرف أفكارهم السلبية. فالله يقرأ القلوب. لهيك بس بدي روح قدام الله، خطيتي بكذب فيها أوقات، أنا ببلل حالي، بس أنا قدام الرب. بس كون يا جماعة أنا قدام الرب، هذا الحلو. الله ما بده شخصيات مصطنعة، الله ما بده شخصيات مركبة من الكتب، الله ما بده شخصيات فيها وهم القديسين. بس قول شو وهم القديسين؟ شو يعني؟ إنه أنا بدي أعمل قديس يا خي بعد ما صرت بعدني على الأرض. ما بده ناس تحت حالة بالتلاجة لفترة عملت رياضة روحية وقطعت، بعد الرياضة الروحية بترجع مثل ما كانت. بده ناس تحت حالة بالفرن، فرن الروح القدس، بدنا نستوي. قال له بليلة ألامه يسوع لبي السماوي قدسهم بالحق، إن كلمتك حق. هذه الكلمة قدسهم، كيف كانوا يجوا يجيبوا الذبيحة يشوها بالنار تتتقلى أكثر حتى تشوي تقدموها لله. خلي كل كلمة فينك تقدس قدام كلمة الله، كل شيء كل نقطة ضعف تكون موجودة حتى ربنا يدق فيها. لكن الله يقرأ الأفكار، كان الإيجابية وكان السلبية منا. وهي وآخر شيء، طيب أنتوا ما بتقدروا تشوفوا عم بيقول لهم شيء داخلي، أنتوا بتهمكم شيء خارجي، حتى تعرفوا أنه ابن الإنسان عنده السلطة. إذا بدكم عليهم خارجي فليكن، قم احمل سريرك واذهب الى بيتك. نعم، هيدي علامه، تفضل. فاعطاهم العلامه. لهيك يا جماعه في ناس تطلب العجيب. العجيب لمين؟ العجيب للشخص الغير المؤمن. هلا انا ناطر تعرف انه ربنا قدير تيخلي الصوره ترجع زيت؟ هلا انا ناطر تعرف العطرة اذا بترجع زيت او مرجان او غيره؟ اللي بيطلب العجيب هذا عنده قله ايمان. بس أنا بعرفهم هودي، عطاهم لأنه ما آمنوا بكلمته مغفورة لك خطاياك. بدن علامة حسية فلتكن، قم احمل سريرك وامشي على بيتك. وهون حمل سريره، هذا السرير يلي كان حامله هو مريض، رجع هو حمله للسرير، هو صحيح، هو من شفي. هون العلامة. ياما أوقات نحمل همومنا قدام الرب، ياما أوقات في شيء بيكرسحنا قدام الرب. الله بيقلب المقاييس، والله يدخل نعمته إلى القلوب بكل طريقة. وأن احنا هون بجماعة اسكني في ملكوتك، قديش الله دق على أبواب منا بالمرض وبالموت، قديش البعض شاف بموت الأحباء نهاية العالم كله سوا، قديش شاف بربنا ظلم، قديش شايف انه الصلاة ما بتنفع من اي شيء، قديش شايف انه لازم نبعد عن الله. بس من وراء الصلاة، من وراء هذا الموت، قديش في اشخاص تقربوا من قربنا
وقديش فهموا قيمة الحياة. سرير كان حامله للمخلع، بلقائه مع يسوع صار المخلع حامل سريره. هذا الشيء اللي قوة الصلاة بتعطيه، وهذا الشيء اللي لقاء مع الرب بغير مقاييس. ساعتها حامله راح على البيت، المنتهشون أمام الرب تعجبوا وسبحوا الرب. جميعا عايشين بعالم اسمه عالم الروتين، ما بقى عنا اندهاش. نقول ما كل الوقت قاعدين بالبيت، مارشال كان كل الوقت قاعد بأربع غرف، سانتا ريس قاعدة كانت كل وقت. بس المشكلة ما كان عندهم تلفزيون، ما كان عندهم زوم، ما كان عندهم واتساب، ما كان عندهم فيسبوك. ليش ما تشروا؟ لأنه ما طلعوا لبرا بقدر ما فاتوا لجوا. الإنسان يلي بيقعد مع ذاته وبيشوف دقات، بيسمع دقات قلبه وبيختبر حضور الله، رح يشعر بكل لحظة جديدة. بس الإنسان اللي منه مرتاح مع ذاته بيقعد قدام التلفزيون وبنص ساعة بيبرم 700 محطة وآخر شيء بينتهي انضجر، ما في شيء حلو لأنه بجوه منه مرتاح. فبس الإنسان يقعد مع ذاته ويعرف أنه الله بيريحه، مش منج، مش مخدر، مش وهم، في اختبار. هذا الاختبار مثل إيد الطبيب بيوجع تيداوي تيشفي. ليك شو بدي حط قدام الرب؟ شو اجى المخلع؟ حط وجعه وأخذ النعم وأخذ الشفاء. اليوم نتمنى لألنا جميعا بهيدي الرياضة الروحية، وإن شاء الله تكون انطلاقة على طول لألنا. عم نتخطى العوائق، تخطينا الحجر المنزلي، تخطينا الوباء، كل واحد بمحله، اخترنا هالأدوات اللي بين إيدينا لحتى توصل لأنا كلمة الله. نحن منعمل اللي علينا، نحن منزد الحبة والله هو بنميها. نحن أمننا كل شيء ونحن استفدنا من كل شيء، الله هو بيشتغل. هلا رح أعمل الذبيحة الإلهية والقرباني رح تصير جسد مسيح، بس أنتوا قاعدين هونيك وهي هون، بس على طول في رغبة وفي شوق. هالرغبة والشوق الله وحده بيعرفه. ليك الله رأى إيمانهم، ليك عندنا صلاة المناول بالشوق، صلاة الرغبة، حتى المعمودية عندنا ما يسمى معمودية الشوق. والله يملأ رغبات قلبنا إذا كانت هالرغبات بحسب مشيئته. هذا الشيء اللي نتمنيه، ونصلي على نية الجميع حتى الرب يعطينا نضل مجتمعين باسمه. إله المجد إلى الأبد، آمين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضارب الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجل خلاصنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصق من الآب والابن، الذي ومع الآب والابن يزد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي، آمين. آمين. ونصف الطيب وطوخ يا للبيت وخسود بهايك لو أتقوت شو دحل تخمر يودا بارين وبزاتي قطخا لفين صلوا على عيمت المورا قالوا هون قابل قربونوخ
ونترحم علينا بصوته. أتي إليك يا فادي حياتي، يا من تزيل كل خوفي، أتي إليك يا نجاتي، يا رافعي من كل ضعفي، إليك يا مانح الغفران، أرفع نشيدي، إذ قلت لذتي في الإنسان، أعطيت معنى لوجودي، فيلذ لك نشيد وأنا أفرح بك. باسم كل اللي عم يتابعونا يا رب، برفع لك هالخبز اللي هو رمز الحياة، هالخمر يلي هي رمز الفرح. نقدم قلوبنا، منقدم حياتنا، نقدم أفكارنا، بقدم لك يا رب كل شخص حاضر مع كل النوايا، نقدمها على مذبحك مع مريم أمك وكل القديسين. نطلب منك يا رب تغفر خطايانا، سامحنا عن كل كسل، عن كل استنشاء، عن كل بعد إرادي وغير إرادي عن محبتك. خلينا يا رب نتقرب منك أكثر وأكثر، نرفع لك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. ثمرة بطنك يقطف حياة من أعلى الصليب، في قلبك ينفذ السيف، وأنت بالصمت تجيبي، خمر دمه أسقانا عربونا لعرس السماء، حولي قلبي إلى قانا ليفيض خمر الرجاء. مريم أناديك أمه، مثل ما يناديك الله، أحبك حبه لك، في وجهك دوما أرى. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وهنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مسبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام في قلوبكم حيثما وجدتم. سلام الوحيد، فرح الوحيد، حبي الوحيد، أنت سيدي، سلام سيدي. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك لجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلى. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب.
حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إننا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي إله صباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. هوشعنا في العلا مباركون الآتي باسم الرب. هوشعنا في العلا. إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وفي اليوم الذي قبل آلامه المحية أخذ الخبز بيديه المقدستين وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا كل منه جميعكم، فهذا هو جسدي الذي من أجلكم ومن أجل الكثيرين يكسر ويبذل لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. كذلك على الكأس الممزوجة خمرا وماء بارك وقدس وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا اشربوا منه جميعكم، فهذا هو دمي دم العهد الجديد الذي من أجلكم ومن أجل الكثيرين يهرق ويبذل لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية. وصية الرب لنا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني، ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين. ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وعضدنا. لهذا تطلع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبنائك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف، ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا، وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعبدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيري ليسون، كيري ليسون، كيري ليسون. فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين.
ويجعل مسيح هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وإسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. النوايا. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي ومار بوروس مطراننا، واعضد الكهنة والشمامسة وخدمة تبعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا. نسألك يا رب، يا رب ارحم واذكرني في ملكوتك. اطلبوا ملكوت الله وهذا كله يزاد لكم. يا أبانا الكلي الصلاح، نصلي إليك كي تظللنا عنايتك الأبوية لنحيا بمخافتك ونكون أهلا لمسيرتك، فندرك عطاياك الإلهية ونتقاسم الخيرات الزمنية غير آبهين بالمجد الباطل، بل متطلعين دوما إلى الأعالي السماوية. نسألك يا رب. يا رب اذكرني في ملكوتك. فقال الرب يسوع للمخلع: يا ابني مغفورة لك خطاياك. أعطنا يا ربنا وإلهنا أن نأتي إليك في كل حين وقلوبنا تنبض بالإيمان الحي، حاملين ضعفاتنا الجسدية لترأف بنا وتشفي جروحاتنا الداخلية، فلا نعود نحيا في الفراغ واليأس، بل تقودنا إلى حياة الروح والسلام الشافي. نسألك يا رب. يا رب اذكرني في ملكوتك. حيث يكون كنزكم هناك يكون أيضا قلبكم. أعطنا يا ربنا وإلهنا أن تكون أنت وحدك كنزنا الحقيقي، مصدر فرحنا وسلامنا، وأن نتحد بحبك الإلهي وننمو فيه، سعين إلى دعم كل متألم ومحتاج ومساندة كل مريض وحزين، وعابرين روح العالم إلى حياة القداسة. نسألك يا رب. يا رب اذكرني في ملكوتك. وإن لم تغفروا للناس فأبوكم أيضا لا يغفر لكم زلاتكم. نصلي يا أبانا السماوي أن يحل المسيح في داخلنا لنحيا في النعمة وطاعة الروح، ونتشبه بمراحمك، فنتعلم أن نتخلى عن ذاتنا ونصفح عن خطايا الآخرين، ونترفع عن المنازعات والإساءة، سعينا لنيل الرضا الإلهي. نسألك يا رب. يا رب اذكرني في ملكوتك. في تذكار القديس يوسف البار: أعطنا يا ربنا وإلهنا أن نحظى بنعمة حضورك الإلهي لنحيا في طاعة الروح، ونعمل على تدبير صعوباتنا بصبر وحب وتسليم كلي لمشيئتك القدوسة، سعينا لنيل الرضا الإلهي، وممجدين عملك الخلاص إلى الأبد. نسألك يا رب. يا رب اذكرني في ملكوتك. إني أنا حي وأنتم ستحيون،
نضرع إليك أيها الآب الرحيم بشفاعة قديسيك الأبرار وبشفاعة سيدة الكرمل لأجل إخوتنا الراقدين الذين آمنوا بربنا يسوع المسيح الإله الحي وأتموا مشيئتك الأبوية. امنحهم مغفرة الذنوب والتمتع بالخيرات الأبدية، واقبل تقدمتنا لأجلهم غافرا خطايانا وخطاياهم، نسألك يا رب. يا رب اذكرني في ملكوتك. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد، أمين. يا رب روح معك واشفق علينا واقبل قرابيننا يا رحيم، وهذه ذبيحة تعار الخطايا كما قد رسمت بفضل عظيم. يا قربانا شهيا غلب عنا، يا ذبيحا غافرا قلب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب طيبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبي، لك المجد إلى الأبد. بروح القدس يلي بيجمعنا وين ما كنا موجودين، ونسكب بقلوبنا، نصلي مثل ما علمنا الرب يسوع ونقول: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليومي، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطي يومنا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجينا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. أمين. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد، أمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليه، وإنهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم على كل شيء قدير، ونرفع المجد والشكر إليه وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد، آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس القديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد، أمين. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة
يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. آمين. بك إلهي جئت ألتقي، فلتكن حياتي بين يديك، يا نبعا من حبه أستقي، اروي ظمئي من نظرة عينيك، اروي ظمئي من نظرة عينيك، في سر قرباني ربي ألقاك، وأغوص في سرك لا متناهي، بعين الإيمان قلبي يراك، ما أعذب وجهك يسوع إلهي. إذا في شكر، في صلاة شكر بنكون عم نصليها مع بعض. نشكرك يا رب على كل النعم يلي عم تعطينا إياها، نشكرك على هالوقت يلي أعطيتنا إياه نتلاقى فيك بهالرياضة الروحية نسمع كلمتك، نشكرك على جامعة أسكني في ملكوتك وكل شخص عم يشتغل فيها، كل مسؤولين عنا، أعطينا يا رب دائما روح الاندفاع، نشكرك على كل صوت عم بمجد اسمك القدوس، على كل قلب عم ينبض عطاء، على كل قلب عم يعطي تعزية. خلينا يا رب نسمع بكل صوت، نشوفك بكل إنسان، اعطينا قلبك تلحب مثلك، نرفع لك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم ستر ومنجأ وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليه وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يسوء بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مسبح الرب الغافر، وتسحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين.